طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج بعد الحدث. بعد محاولاتها المستميته لتعويض النقص الكبير في المقاتلين عن طريق الاغراء بدفع الرواتب وعن طريق التغرير باليمنيين عن طريق المدارس ومحاوله اصطياد الشباب اليمني عن طريق التربويين وعن طريق المشايخ وعن طريق الوجهات القبلية وعن طريق أيضا المراكز الصيفية التي كانت موضوع حلقتنا الأسبوع الماضي. محاولة جديدة مشاهدينا الكرام من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، هذه يعني لإلقاء ما تبقى من اليمنيين في محرقة الحرب الحوثية التي أشعلوها، وهي بفرض قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لمن أتم 18 عاما ولمن هم دون 30 عاما. للتفاصيل أوفى لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. بعد محاولاتها المستميتة لتعويض النقص الكبير في المقاتلين في صفوفها، شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية في ترتيبات لتفعيل العمل بقانون الخدمة الإلزامية المعطل في اليمن منذ 17 عاما، حتى تتمكن من إلحاق عشرات الآلاف من خريجي الشهادة الثانوية إلى المعسكرات لسد النقص الذي تواجهه في المقاتلين بعد أن خسرت عشرات الآلاف منهم في مختلف جبهات القتال. قرار يدل على استمرار الجماعة بالحرب وبعدها عن السلام، وأنه سيضع عشرات الآلاف من الطلاب تحت مخصلة الميليشيا، إذ إن خريجي الثانوية العامة يزيدون على 200 ألف طالب وطالبة في كل عام، نصفهم من الذكور. ينص القانون الذي لم يطبق يوما منذ صدوره، ويلوح الحوثيون بتفعيله على أن تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم 18 عاما من عمره، وعلى أن تؤدى الخدمة في كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تجاوز 30 عاما من عمره وتخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني رغم استدعائه، والعقوبة نفسها ضد كل من جنب شخصا من أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أو أجل تجنيده بغير حق، سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوفات المطلوبة أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة، وصولا إلى الأحكام التي تمنع اليمنيين من مغادرة البلاد. وينص في هذه الحالة على أنه لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور ما بين 18 و30 من عمره بمغادرة اليمن ما لم يكن مؤجلا أو معفيا وحاصلا على إثبات بذلك. متابعون قالوا إن توجه ميليشيات الحوثي الانقلابية لفرض التجنيد الإلزامي سيقود آلاف الشباب إلى المحارق للقتال من أجل مشروع كهنوتي بشع، وسيشق المجتمع تماما. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كما شاهدنا في التقرير، هناك محاولات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية للزج بالشباب اليمني في الصراع المسلح الحالي. هي رسالة ضمنية نفهم منها أن هذه الميليشيات لم يعد لديها الأعداد أو الملاءة العسكرية للقتال في صفوفها، فاستعاضت كما قلنا في الأسبوع الماضي بالمراكز الصيفية وأيضا بالتحشيد عن طريق المدارس، ويبدو أنها لم تجد أي قبول من قبل الشعب اليمني أو اليمنيين الذين يقبعون تحت سيطرة هذه الميليشيات الانقلابية في المحافظات التي تحت سيطرتهم. فيبدو أنهم وجدوا أنه لا مناص لهم إلا من إلزام وإجبار الشعب اليمني أو اليمنيين بأن يلقون بأبنائهم وبفلذات أكبادهم إلى محارقهم الانقلابية. للاستفاضة أكثر في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، سينضم إلي الأستاذ عادل دشيلة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك أخ الكريم. أستاذ عادل، يعني كيف تتابع محاولات ميليشيات الحوثي الانقلابية فرض التجنيد الإجباري للشباب ما فوق 18 ودون 30 عاما؟ ما أبعاد هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا
هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة من قبل هذه الجماعة الإرهابية المتمردة. طبعا منذ العام 2004 وجماعة الحوثي تجند الأطفال في صعدة وفي بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتها، خصوصا في المناطق النائية في محافظة صعدة وعمران وحجة. والعام الماضي وفي العام 2017 كان هناك أكثر من تقرير دولي يتهم الجماعة الإنقلابية بأنها تقوم بتجنيد أطفال دون سن 15 وليس فوق سن 15. الآن الجماعة الإنقلابية بعد أن فقدت أكثر يعني قادتها العسكريين والمؤدلجين في المعارك العبثية التي تخوضها ضد الشعب اليمني، اليوم لجأت إلى استغلال الفقر في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي هي الآن تستخدم سياسة الترهيب والترغيب خصوصا في العاصمة اليمنية المقتصبة من قبل هذه الجماعة المتمردة. وهذا تفخيخ المجتمع اليمني ليس على مستوى الأطفال ولكن على المجتمع ككل. هذه جماعة طائفية مؤدلجة اليوم تؤدلج الأطفال وحولت المدارس إلى أوكار للعمليات للتجنيد وأيضا لتعليم الأطفال ثقافة دخيلة على مجتمعنا اليمني. أنا من وجهة نظري الشخصية إذا لم يتم حسم المعركة عسكريا فقد ربما تتحول المدارس في المناطق التي تحت سيطرة الجماعة الحوثية إلى مراكز صيفية لتجنيد الأطفال وليس إلى يعني مثل ما كانت على في الماضي كمدارس للعلم وما إلى ذلك. لكن أستاذ عادل يعني قد يبدو المتابع يستشف من هذا القرار أنه من المراكز الصيفية لم يكن هناك قبول من قبل المواطنين اليمنيين في المناطق القابعة تحت سيطرة الميليشيات، فاضطروا إلى سن قانون كهذا القانون لإجبار اليمنيين بأن يضحوا بفلذات أكبادهم وأن يلتحقوا بهذه الميليشيات. هنا نسأل ما الذي سيترتب على هذا القرار؟ طبعا الوضع خطير جدا كما ذكرت لك، يعني المسألة ليست لتجنيد الأطفال. صحيح أن هناك عزوف يعني أن المواطنين يرفضون أن يلتحق بعض أبنائهم في المراكز الصيفية التابعة لهذه الجماعة المتمردة، ولكن الجماعة الحوثية الآن تستخدم عصا الإرهاب وأيضا تستخدم الترغيب. نحن المجتمع الآن في المناطق خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الجماعة الإنقلابية هناك فقر مدقع، والجماعة الحوثية تستغل الوضع المزري لبعض المواطنين مما يدفع المواطن إلى أن يقوم بتجنيد يعني أطفاله مع هذه الجماعة الإنقلابية. هذا مؤشر خطير على المستقبل المشؤوم الذي ينتظر أطفالنا، هذا مؤشر خطير على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي اليمني، هذا مؤشر خطير على أننا سيكون هناك لدينا جنوب لبنان آخر وجنوب بيروت آخر داخل صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها الحركة المتمردة الحوثية إذا لم يكن هناك تحرك شعبي على الأرض. لا يا أخي الكريم، الجماعة الحوثية الآن هي يعني استخدمت كل وسائل القمع والسلب والنهب والإرهاب والكذب والدجل ولم يتبقى لديها سوى هذه الخطوة الأخيرة. الآن أنا من وجهة نظري الشخصية أن الجماعة الإنقلابية يعني تحفر قبرها بيدها ولن تنجح في مثل هذه الخطوة، وإن نجحت فسيكون هناك نجاح جزئي خصوصا في المدن، خصوصا في صنعاء في عمران في حجة في صعدة وبعض المناطق وفي الحديدة أيضا. أما بالنسبة للمناطق النائية القرى هم لا يستطيعون أن يقوموا بفرض يعني قوانين لتجنيد الأطفال خصوصا بين أبناء القبائل. أبناء القبائل بطبيعة الحال كمجتمع تقليدي محافظ يلتحقون عن طيب خاطر بهذه الجماعة المتمردة، لكن في المدن نظرا لوجود يعني تعليم وما إلى ذلك تقوم الجماعة الإنقلابية بفرض يعني قرارات مثل هذا من أجل أن يلتحق بها أكبر قدر من الأطفال في معسكراتها ضد الدولة اليمنية الشرعية. هناك من يربط هذا القرار ويعطي له أبعاد تاريخية في إطار تجنيد اليمنيين لأبناء القبائل الذي تحدثت عنهم، يعني هل هناك تماهي بين ما يحصل اليوم وما كانت تقوم به الإمامة في اليمن سابقا؟ طبعا القاعدة الشعبية أو القاعدة العامة لدى هذه الحركة المتمردة هو أنه
من أحبنا آل البيت فليستعد أو فليرتدي البلاء، أي أن يكون البلاء جلبابا له، أي أنه من أحب هذه الجماعة الإنقلابية فعليه الاستعداد التضحية بدمه وبماله وبكل ما يملك. طبعا الإمامة منذ القدم كان لديها استراتيجية واضحة، وهو تجنيد أبناء القبائل. هذه الطبقة هي امتداد تاريخي لحركة الإمامة التي حكمت المناطق الشمالية الجبلية، يعني على مدى الفترات من القرون الماضية، ورأينا كيف كانوا يستخدمون أبناء القبائل كجنود وعكفة. الآن الجماعة الإنقلابية تستخدم أبناء القبائل لتنفيذ أجندتها وأهدافها الاستراتيجية والأيديولوجية وما إلى ذلك. أبناء القبائل اليوم يخرجون من المدارس، من ساحات المدارس إلى المدارس، بينما أبناء الطبقة السلالية الهاشمية العنصرية يدرسون في أرقى مدارس اليمن، وأيضا يدرسون في الجامعات العالمية في الخارج. نحن أمام عصابة متمردة لديها أجندات واضحة، ولو باستطاعتها أن تملشن الشعب اليمني لملشنته وحولته إلى مجرد يعني جنود وعفة، ولكنها لم تستطع حتى اللحظة. لا فرق بين الإمامة وبين الجماعة الإنقلابية، فهما وجهان لعملة واحدة ويخدمان النظرية الأيديولوجية التي قامت عليها الإمامة، وهو أن هذه الإمامة هي من ينبغي أن تحكم، وأن يكون أبناء القبائل حراس لهذه الطبقة العنصرية. نعم، في سياق القرار أيضا هناك يعني أنه من لا يريد أن لا يتعسكر معهم فسيدفع رسوم إعفاء، لم يحددوا المبلغ تماما، لكن قانون كهذا كيف يمكن أن يوفر مخزون مالي لهذه الميليشيات الإنقلابية؟ بطبيعة الحال هو قرار ارتجالي ولن ينفذ على أرض الواقع، لأننا نحن كما ذكرت لك قبل قليل نحن مجتمع قبلي تقليدي محافظ، ومن الصعب أن يتم تمرير قرارات مثل هذه القرارات التي اتخذتها الجماعة الإنقلابية في المجتمع اليمني. ولكن هذه الجماعة لديها استراتيجية واضحة لجذب أكبر قدر من الأطفال إلى مدارسها الأيديولوجية ومن ثم عسكرتهم. أستاذ عادل ولو قطعتك، يعني الآلية كيف لن يتم تمرير؟ هي سلطة أمر واقع يعني فرض، يعني قسرا كانت تزج بالأطفال اليمنيين وبالشباب اليمني إلى الصراعة المسلحة، فكيف إمكان اليمنيين ألا يستجيبوا لقرار كهذا؟ أخي الكريم، أنا ذكرت لك قبل قليل طبعا وإن كان هناك استجابة فستكون يعني بسبب الحاجة، بسبب العوز والفقر والجوع وما إلى ذلك. صحيح سيكون هناك استجابة لمثل هذه القرارات خصوصا في المدن الرئيسية التي تخضع للجماعة الإنقلابية. نحن اليوم بسبب الإنقلاب الكارثي، وأنت تعرف جيدا المجتمع اليمني الآن يعيش يعني مأساة أو كارثة إنسانية، والمجتمع الدولي وأوضح بأن 80 مليون تحت خط الفقر. الجماعة الإنقلابية تستغل موارد الدولة وتستغل المعونات الدولية، وبالتالي تحاول أن تجذب أكبر قدر من أبناء المدن الرئيسية الذين لا يمتلكون دخل يومي أو دخل شهري. ولكن القرار لن ينفذ بالقوة، وإن كانت سلطة أمر واقع لكنه لن ينفذ بالقوة خصوصا في المناطق القبلية. أنا كما ذكرت لك المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي يرفض القوة، وإن كان هناك يعني سيكون استجابة في صنعاء وبعض المناطق الأخرى، لكنها من وجهة نظري ستكون يعني استجابة قليلة، وبالتالي قد ربما تلجأ الحركة الإنقلابية إلى استخدام طرق أخرى أكثر من فرض أمر يعني تجنيد أو التجنيد الإجباري. نعم، الأستاذ عادل دشيرة الكاتب والمحامي السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كما استمعنا للأستاذ عادل، ما تقوم به ميليشيات الحوثية الإنقلابية هو تكرار وتماهي مع ما كانت تقوم به الإمامة سابقا من الزج باليمنيين وبأبناء القبائل إلى الصراعات المسلحة. نعم، للاستفاضة أيضا من منظور حقوقي ومن منظور إنساني أيضا، سينضم إلي المحامي والكاتب السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ عرفات حمران. أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. كيف تنظر لمحاولات ميليشيات الحوثي الإنقلابية الزج بالشباب اليمني ما فوق 18 وما دون 30 في قانون جديد فرضته بإجبارهم على التجنيد الإجباري؟
حقيقة أن الميليشيات الحوثية يبدو أنها استنفذت ولم يعد عندها فرص كثيرة للتجنيد الأطفال وتجنيد بعض أبناء القبائل في كثير من المناطق، وأصبح المخزون البشري عندهم ضئيل جدا، فبدأوا بأفكار جديدة وأساليب جديدة، وربما يعتقدون أن مثل هذه المراكز الصيفية لطلاب الثانوية ربما أنها تعوضهم عن كثير من هذا النقص، خاصة أنهم يبدأون على أساس معسكرات صيفية ثم يبدأون تدريب هؤلاء الطلاب تدريبات رياضية، ثم يقومون أيضا تدريبهم تدريبات قاسية وأحيانا انتشار وانبطاح، وشاهدنا وسمعنا كثير من هذه الأشياء، وهناك غسيل مخ وتعبئة طائفية فكرية ربما يخرجون من هذه المراكز ببعض هؤلاء الشباب، وهذه هي مشكلة كبيرة لدى المجتمعات المجتمع اليمني خاصة في المناطق التي سيطر عليها الميليشيا الحوثية، استنفذت كثير من الأوراق ولم يعد معها إلا القليل، وربما هذه هي آخر مراحل التجنيد بعد أن استنفذوا حتى الأطفال، 23,000 طفل جندتهم هذه الميليشيا، وأكثر قتلاهم هي من الأطفال، رغم أن القوانين تحرم تجنيد الأطفال وبالذات دون سن 18 سنة، كما أنها أيضا تحرم التجمير الإجباري لأي من أي فئة عمرية، وأيضا تعتقد أن ما يقوم به هؤلاء الميليشيات هو خارج القانون طالما وهي سلطة غير قانونية، وهذه تعتبر جريمة من جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات، والحوثيون لم يعد لديهم فرص كثيرة، ويبقى هناك مؤشرات لاندحار هذه الميليشيات إذا كان هناك أيضا تكاتف من تحالف الشرعية في إنهاء هذا الانقلاب، لأنها تكلفة القوة البشرية أصبحت كبيرة جدا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، تستغل جوع الناس وتستغل المدارس وتستغل الجامعات وتستغل كل الفرص المتاحة لديها من أجل الحشد البشري والمالي لهذه الحرب العبثية التي ضحيتها اليمنيين. نعم، سبق وأسلفت أنها جريمة من جرائم الحرب. بناء على هذه النقطة، أنتم كحقوقيين وكمحامين وكناشطين، يعني ما هو الموقف القانوني الذي يجب أن تقومون به أنتم كمنظمات حقوقية في وجه هذا القرار الحوثي الصلف؟ دعني أكون صريح معك، نحن منظمات حقوقية مدنية، لسنا حكومية ولسنا أيضا ربحية، لكن هم هذا نوعا ما تجاوزوا يعني. نعم، خلينا أوصل لك رسالة، نحن لا نملك إنهاء الصراع في اليمن، ولكننا نملك أشياء كثيرة، نملك أولا توثيق هذه الجرائم وإيصالها إلى اللجان المحلية والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية، هذه التوثيقات تحدد الضحايا وتحدد من هم اللي ارتكبوا هذه الجرائم، كل من ساعد في التجنيد، كل من عمل في التجنيد، كل من درب، كل من ساهم في هذا التجنيد هو يعتبر شريك ولن يفلت من العقاب، وهذه الجريمة هي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم أبدا، ويجب أن ينال كبار منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي هذه الجريمة يعني العدالة مهما طال الزمان أو قصر. الأمر الثاني، نحن نوثق من أجل حفظ حقوق الضحايا، وكذلك من أجل حفظ الحقوق التاريخية، لأن هذه هي الطرف الذي يقوم بهذه الجريمة الإجبارية أو جريمة تجنيد الأطفال، هم الميليشيا الحوثية أسمى كثير من الحقوقيين وكثير من أيضا من المنظمات تنحاز إلى هذه الميليشيا، وتصور للعالم وفي أوراق الأمم المتحدة أمرا آخر غير الأمر. نحن نوثق للتاريخ، نوثق للأجيال القادمة، هذا الذي نملكه نحن كمنظمات مجتمع مدني، أن نحفظ حقوق هؤلاء الضحايا وأيضا أن لا يفلتوا مرتكبي هذه الجريمة من العقاب. نعم، في الجزئية الأخيرة اللي تحدثت عنها، تصوير الميليشيات الحوثية الانقلابية بشكل آخر يتناقض مع حقيقة هذه الميليشيات، هنا يأتي السؤال عن المسؤولية التي تقع على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية في هذه الجزئية. يا أخي، هناك كثير من أوراق الأمم المتحدة، من أيضا مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كثير من المنظمات الأممية عندها الصورة تختلف كثيرا، خاصة أن هناك ناس حقوقيين منذ الانقلاب حتى الآن لم يعودوا إلى صنعاء، يعملون على تضليل
هؤلاء المنظمات والمجتمع الدولي في العالم كامل. أضف إلى ذلك أن هناك تناغم بين المنظمات الأممية وميليشيات الحوثي، هناك تفاهمات يتقبل الأمم المتحدة ومنظماتها لا يرون في اليمن إلا بعين واحدة، ولا يسمعون إلا بأذن واحدة، ولا يسمعون لكثير من الحقائق الذين الصلحاء، وإن كان قد تحسن الوضع إلى حد ما، لكن ما زال هناك أيضا تناعم في تعامل هذه المنظمات مع هؤلاء الميليشيات. وحقيقة أن هذا، وأيضا هناك صمت، لا يوجد منظمات أممية حتى الآن تقول أن من يقوم بالتجنيد هم ميليشيا الحوثية، وأنهم جندوا أعداد كبيرة وجندوا أطفال. وهذا، وهناك صمت أيضا في كثير من الجرائم، وهذا الصمت نحن نعتبره أيضا جريمة بحق الإنسانية وجريمة بحق التاريخ. لكن نحن سنناضل، نحن نؤمن بعدالة قضيتنا، ويجب أن يصل صوت الضحايا إلى العالم، ويجب أن تحقق العدالة والسلام المستدام في اليمن مهما طال الزمان أو قصر، وننتصر بالأخير لهؤلاء الضحايا، وينال كبار مرتكبي حقوق الإنسان مصيرهم العادل. من جانب إنساني يا أستاذ عرفات، يعني ما انعكاس التجنيد القسري والتجنيد الإجباري على الطلاب وعلى الشباب أيضا ما فوق 18 عاما في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية؟ المجندين هناك يعني كثير منهم يصابوا بحالات نفسية وبحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي حتى بعد تركهم لهذه الميليشيات. نحن نعمل في 3 مراكز لتأهيل النفسي في عدن وتعز ومارب، في تأهيل هؤلاء المجندين بالذات الذين يعني يقعون أسرى لدى الجيش الوطني، أيضا أسرهم يعانون الأمرين، هم أيضا يشاهدون أشياء كبيرة، لأنه لا يوجد من هؤلاء الشباب ذهب باختياره أنه سيقاتل في الصفوف الأمامية. هنا المشكلة التي تكمن، هم سيذهبون بالأخير نقنعهم من أرقام عسكرية، سيحصلون على راتب بدأت أنهم يستغلون الوضع الاقتصادي، وأيضا أنه سيكون في بعيد من هذه الأماكن، وأحيانا يكون في نقاط عسكرية بعيدة، لكن بعد ذلك سيحسدونهم بغرغم عن أنفهم في الصفوف الأولى، وهنا تكون الجريمة بحق هؤلاء الشباب، وهنا يحصل الصدمة النفسية، إما ينسحبوا ويقتلوا من الخلف. كثير من الجثث التي وصلت إلى المستشفيات بالذات لهؤلاء المجندين قتلوا من الخلف، وإلا أنهم سيقتلون، وإلا سيكونون أسرى لدى الجيش الوطني، ويحتاجون حقيقة إلى كثير من التأهيل النفسي، يتعرضون له أيضا، أمهاتهم تعرض إلى ضغط نفسي أثناء فقدان أبنائها أو غيابهم، وأيضا الأسرة بشكل عام تتأثر نفسيا، المجتمع نفسه يتأثر من هذه الجريمة، وهناك يحصل تراخي بالنسيج الاجتماعي لدى اليمنيين، وهذه الجريمة اجتماعية أيضا تضاف إلى جرائم الحوثي. نعم، أختم معك بهذا السؤال، وهو يعني كيف يمكن للمواطن اليمني الذي يشاهدنا الآن أن يجنب ابنه فلذة كبده من أن ينخرط مع هذه الميليشيات الإنقلابية، وهي يعني بحسب القانون المزمع تنفيذه سيكون إجباري عليه أن ينخرط معها طالما هو فوق 18 ودون 30؟ الآباء يجب أن يعلموا اليوم أن كل من ذهب إلى هؤلاء المعسكرات أو المراكز الصيفية أو الدورات الصيفية الطائفية أو التحق بالمعسكرات على أنه سيحصل على رقم أو راتب عسكري، كل هؤلاء مجرد مرور أسبوع أو أسبوعين سيلتحقون رغم عن آبائهم ويذهبون إلى الجبهات دون علم أبنائهم. ربما أكثر من 70% من الأسر لا تعلم أن أبنائها يذهبون إلى الجبهات إلا بعد أن يعود جثة هابدة، وهذه حصلت كثير. فليعلم آباء هؤلاء الشباب أن أبنائهم إذا لم يمتنعوا عن الذهاب أنهم سيعودوا جثة هامدة، الميليشيات الحوثية تتخذهم كيعني وقود بشري، ولا يهمها بعد ذلك إن كانوا سيعودون وقود أو أن هناك سيحصل حراك أو كذا، وهم أيضا يستخدمون الإرهاب لإرهاب أسر هؤلاء الشباب بعد مقتلهم، وسيلاقون الأمرين. وأعتقد أنه الشعب اليمني بدأ يصحو كثيرا، وهناك وعي بما يدور، ولكن يحتاج إلى قرار عدم ذهاب هؤلاء الشباب إلى المعسكرات، لأنهم سيفقدونهم بمجرد الذهاب. حتى الذي لم يقتل سيختلف فكره وطرحه وتعامله مع أسرته كما حدث مع كثير من هؤلاء الشباب، لا يمكن أن يتركوهم إلا بعد أن يتأكدوا أنه
أنه عندما يقول له أن السيد عبد الملك يقول لك أن تقتل أمك، فعندما يوافق يعتقد أنه خلاص أصبح اجتاز هذه المركز واجتاز الدورة الطائفية وأصبح الآن مجند جيد، ولا يمكن للآباء أعتقد أنهم سيوافقوا على أن يكونوا أبنائهم بهذه العقلية وبهذه الثقافة، وإما يفقدوهم عقليا أو يفقدوهم جسديا، ويابد أن يكون لك موقف واضح بعدم الذهاب إلى هذه المراكز. وأعتقد أنه يعني محاولة الميليشيات التجنيد الإجباري هو دلالة على أن اليمنيين أصبحوا يدركون كل الإدراك حقيقة هذه الميليشيات الإنقلابية. سيد عرفات حمران المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، قرار كهذا هو قرار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني سابقا كانت هذه الميليشيات الانقلابية تعتمد على الميليشيات أو الذين هم معتقدين بالفكرة الحوثية وبالفكرة الإمامية، من ثم بدأت بمحاولة أخرى بغسل أدمغة الأطفال اليمنيين والشباب اليمنيين في المناطق التي تحت سيطرتها، من ناحية المدارس غيروا في المناهج، أيضا في المراكز الصيفية، في المساجد، في المنابر، استغلوا كل في الإعلام، أيضا في وسائل التواصل، يعني حاولوا بكل الوسائل أن يجعلوا اليمنيين يقاتلون في صفوفهم. مؤخرا يبدو أن اليمنيين لم ينساقوا وتعرت هذه الميليشيات تماما أمامهم، ولم يعد مجديا أمام هذه الميليشيات الشعارات الرنانة التي كانت تصدع رؤوس اليمنيين بها. فهناك قانون جديد وهو قانون الخدمة العسكرية الإجبارية. سينضم إلي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، وكيل محافظة تعز. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الهادي. العفو أخي، أنا وكيل وزارة الثقافة. وكيل وزارة الثقافة، أعتذر. أستاذ عبد الهادي، منذ يومين نشر رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية المدعو محمد علي الحوثي صيغة هذا القانون الذي نتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم، وهو قانون الخدمة الإجبارية الإلزامية لمن هم دون 30 وفوق 18 عاما. باعتقادك هل هناك توجه جدي من قبل هذه الميليشيات الإنقلابية لتطبيق قانون كهذا القانون؟ أعتقد أن لديها توجه جدي جدا لتطبيق هذا القانون، قانون التجنيد الإجباري. هي تمارسه الآن، هي تمارسه بدون قانون، لكنها سوف تفرضه بالقوة. هذه الجماعة تنزل في المعارك، وهي تدفع الجميع، تدفع اليمنيين بدرجة أساسية إلى حالة اقتتال أهلي بشكل متعمد عبر الزج بهؤلاء في المعارك. هي استنفذت قسم منها وتحاول أن تحافظ على ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي وقياداتها التي تراهن عليها لضبط الداخل، وبالتالي تدفع هؤلاء للقتال على الجبهات الساخنة، في حين تستخدم كافة الأساليب في الداخل طوال الفترة الماضية، وهي تقوم بتجنيد من المدارس وعبر المراكز الصيفية ومن أبناء الفقراء. استغلت أيضا الإغاثة، استغلت كل ما هو ممكن في مناطق سيطرتها. هذه الجماعات شع من النازيين في الحرب العالمية الثانية الذين حولوا الرومان والمدريين وأيضا النمساويين ضمن الجيش الثالث الألماني. هذه الجماعة جماعة أبشعونها، وهي لا ربما لا يقضاهيها في ذلك سوى جيش الرب الأوغندي، يتسعى إلى أن تبقى هي جماعة حربية من حيث المنشأ، أي أن العمل العسكري هو الركن الذي تقوم عليه. جماعة تعتبر السياسة هي العمل العسكري والحربي، وبالتالي هذه الجماعة استنزفت البلد وسوف تستنزف أكثر. قال في ما هو مؤرخ على نفس هذه الجماعة عندما كان يتقاتل إمامان من هذه الجماعة، وقال يكفي حرب استنزفنا، قال له الذين استنزفوا القبائل، أما هل قتل أحدا من أبنائك أو أقاربك أو ذويك؟ من يقتلون هم القبائل بالقبائل. هكذا تنظر هذه الجماعة للشعب اليمني بشكل عام. إقدام الميليشيات على سن قانون كهذا القانون أستاذ عبد الهادي، هل هو إدراك أو جزم منها يعني أو نتيجة إطمئنانها أنه لن يكون هناك أي ردة فعل من قبل اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها؟ المناطق الواقعة تحت سيطرتها أفقدت القدرة، استخدم هؤلاء الفعل القوي وبطريقة مخيفة، يتم ضرب أي مقاومين
أو أي معترضين على قرارتها بقوة كبيرة، مما يؤدي إلى انتشار حالة من الرهاب. هذه المناطق أصبحت أشبه بمعتقل كبير. على المعتقل يفرض على الناس خيارات وقرارات لا يمكن أن يقبلها أي عقل أو منطق. المناطق الواقعة تحت سيطرتها هي في حالة عجز عن تنظيم نفسها على الانتداد إلى جماعات أكبر، بحاجة إلى قوة تنظيم من أجل تعطير مقاومتها وانتشارها بشكل كبير. هي تعمل عبر أجهزتها الأمنية وعبر من انتشروا في كل المناطق على ممارسة الترهيب والترغيب وعلى استخدام أفعال قوية، أي أنها تمارس عملية إرهاب منظمة ضد الجميع أخضعتهم بذلك. وهي تستغل هذه المناطق بفعل ضعف الإمكانيات وهيمنتها على الإغاثة وهيمنتها على كل مفاصل القرار وعلى الجانب المالي في إدارة هذه المناطق. سوف يصبح الناس مضطرين أن يقاتلوا إلى جانبها من أجل أن يقتاتوا ويعيشوا. بالتالي نستطيع أن نقول أن البيئة مهيئة يعني لفرض قانون كهذا. الناس في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية لم تعد لديهم القدرة على المقاومة وعلى الممانعة. هي الآن ترفع هذا القانون كدفع تفاوضي، تريد أن تمارس ابتزازا على الشرعية، على التحالف العربي، على الأمم المتحدة، في حين هي تمارس منذ 2015 تكره الناس على الذهاب للقتال. يتم اعتقال مجاميع كبيرة ويشترط في إخراجهم التوجه إلى الجبهات. تحولت أجهزة الأمن بمختلف أدواتها، المدارس، المراكز الصيفية، إما أن تكون في المعتقل، وإذا أردت الخروج فإلى الجبهات. وبشكل عام هؤلاء يصبحوا بين نارين، بين نار أن تموت داخل المعتقل أو أن تموت ربما موتة أرحم في جبهات القتال. على الأقل أن لا ينظر إليك أنك مت موتا عاجزا داخل هذه المعتقلات. هذه المسألة كان يجب أن يتم إثارتها وتفويضها دوليا. يجب أن تعرض هذه المسألة على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. هذه الجماعة جماعة من ما قبل التاريخ، يستحيل أن تكون ضمن جماعة الألفية الثالثة. هنالك حالة من التردي في عرض هذه القضية، هذه قضية إنسانية بدرجة عامة. علينا النظر إلى مئات من الأطفال المشقوقة بهم داخل الجبهات. هذه جريمة مرعبة. أيضا جرائم الألغام وغيرها ترتكب هذه الجماعة، أبشع الجرائم في العالم. ومع الأسف الشديد لا نسمع أي إدانة من المنظمات الدولية التي تبحث دائما عن مبرر لهذه الجماعة. لا زالت الأمم المتحدة تحتفظ بأغلب مكاتبها في الحديدة وتحت مناطق سيطرة الحوثي، ولا زالت تتعامل مع الحوثي على أنه طرف وتعتبر السلطة الشرعية طرف، وهذا إجحاف مرعب من قبل المنظمة الدولية. وبالتالي علينا إعادة توصيف هذه العملية، هذا إرهاب وهذا تجنيد قسري لمواطنين داخل بلد لنا أكثر من عقد منذ أن تم إلغاء قراءة تجنيد الإجباري الذي كان قائما. وبالتالي هذه العملية من يفوضها؟ الحوثيين ليسوا سلطة شرعية لكنهم سلطة أمر واقع، ليس لديها برلمان، وهذا القانون يحتاج إعادة من البرلمان بدرجة عامة. هي الآن تستغل كل هذه الإمكانيات التي تبديها بعد أن أوقفت رواتب المواطنين وتفرض حالة من السيطرة الكاملة، وكأن هذه المناطق المسيطرة عليها حديقة خاصة لهؤلاء يعبثون فيها كيفما يشاءون، ودون أن يكون هنالك رادعا أو موقفا دولي أو على الأقل تحركا حقيقي، في حين تنفض كل ضغوط المؤسسات الدولية باتجاه السلطة الشرعية مع الأسف الشديد. نعم، في جانب السلطة الشرعية أو الحكومة الشرعية، يعني هنا يأتي السؤال، يعني ما هو دور الحكومة الشرعية في الوقوف أمام قرارات كهذه القرارات، تجنيد إجباري وزج باليمنيين في معارك ومحارق هذه الميليشيات؟ في هذا التوقيت على الأقل يجب تجنيد التفاوض وإعادة الانتشار مع هذه الجماعة، ويجب أن يكون هناك تصعيد عسكري حقيقي وضغط دولي على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. يجب تحريك الملف الإنساني والحقوقي. يجب أن يصل صوت المناطق التي تقع تحت هيمنة الحوثي فيما يمكن اعتباره بمعتقل جماعة الحوثي للشعب اليمني إلى العالم. يجب أن يتحرك الجميع
على الملف الإنساني والحقوقي وعلى الملف السياسي وعلى الملف الاقتصادي لهذه المناطق. هذه المناطق الآن أمام خطر مجاعة حقيقي وأمام أوبئة. هذه الجماعة عبر تاريخها القادمة من كهوف والشمال أو من صعدة تحديدا وما حولها لا تستطيع الانتشار والتوغل إلا في حالتين، إما في حالة الحرب الأهلية أو حالة المجاعات. الحوثيين اليوم يفرضون الحالتين معا، المجاعة والحرب الأهلية معا، وهما ضمانة بقائها داخل هذه المناطق. وبالتالي هي تتصرف كأنها تلعب بأحجار على قطعة شطرنج وليس بمجتمع وشعب. ونحن في العقد الثاني ونكاد ندخل في العقد الثالث من الألفية الثالثة. هذه جريمة إنسانية على الإقوى في الحكومة الشرعية، في وزارة حقوق الإنسان، في كافة المنظمات. عليهم التحرك وتحريك حلفائهم للضغط بهذا الاتجاه لإيقاف هذه المحارق التي ارتكبها هؤلاء الانتحاريين الرافعين شعار الرافعين الموت شعارا لهم بدلا من الحياة. دائما ما يقال أستاذ عبد الهادي أن النخب الثقافية والنخب المجتمعية هم من يقودون الرأي العام في أي مجتمع، فما هو دور المثقف وأنت في وزارة الثقافة والإعلام في وزارة الثقافة في الوقوف في وجه قرارات كهذه القرارات؟ هؤلاء استطاعوا أن يخلوا بكل الموازين المنطقية والعقلانية داخل البلد، أسقطوا السلطة، دمروا المؤسسات، سيطروا عليها، أصبحوا يحركون مؤسسة إعلامية ضخمة لهم حلفاء في العالم العربي والعالم أيضا، يستغلون كل الإمكانيات المتاحة داخل البلد. وبالتالي صوت المثقفة في ظل عدم طباعة الصحف وبقاء منفذ واحد في وسائل التواصل الاجتماعي، صار الجميع يكتبون فيها فظاعة علية القوم، لكن لا زال الجميع يقاوم. ربما يأتي على رأس هؤلاء عشرات من الكتاب، على رأسهم يأتي وزير الثقافة السابق الأستاذ خالد الرويشان، وربما هو الأقوى في مناطق سيطرة الميليشيات، وكذلك مجموعة من أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب وغيرهم. وهذه الفئة والجماعة هذا تم العمل على انهيارها اقتصاديا ووضعها في ظروف سيئة جدا، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات وفي مناطق سيطرة الشرعية. الإعلام لا زال ضعيفا وهناك حالة من التعبئة. هذه المناطق كمعتقل، علينا التعامل مع هذه المناطق كمعتقل وكمجتمع تحت الإقامة القسرية داخل هذه المناطق، وبالتالي فاقدا لشرط الأمان والحرية. هذه الجماعة تستخدم التصفيات، تستخدم أكثر من أساليب الترهيب الترغيب والترهيب. يدعمها في ذلك مجموعات ما يسمى بأذرع الحرس الثوري، أئمة الشاشات سواء من العراق أو لبنان أو سوريا أو غيرها من البلدان التي تنتشر فيها هذه المجاميع، وهي تقوم بمجموعة أعمال إرهابية بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذه الجماعة أستاذ عبد الهادي منذ دخولها إلى العاصمة صنعاء ومنذ ما قبل ذلك انقلبت على الدولة، على النظام، على الدستور، ومن ثم بدأت بتحشيد اليمنيين عن طريق المدارس وعن طريق المراكز الصيفية وعن طريق منابر المساجد، وحاولت بكل الوسائل، ومؤخرا كما الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم بالتجنيد الإجباري. السؤال هنا يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه الميليشيات في سياق تضييقها على اليمنيين؟ فسيدي هذه الميليشيات من حيث النشأة جماعة عسكرية، من حيث الشعار شعارها الموت، أي جماعة انتحارية. هي لا تختلف عن جيش الرب الأوغندي الذي كان يقوده جوزيف كوني، الذي كانت آخر مراحله هو التحرك إلى الغابة وبالتالي الانتحار كأقرب طريق للجنة. هذه الجماعة تقود انتحارا جماعيا، لكن مع الأسف الشديد هنالك تواطؤ من بعض القوى المحلية التي أصبحت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تحت رحمتها في مناطق سيطرتها، وهناك تواطؤ دولي. الإشكال هو التواطؤ الدولي الذي يعيق سير عملية استعادة الدولة ومعركة التحرير. هذه الجماعة لا يمكن التفاوض أو التعاطي معها غير بنفس الآلية التي تفهمها، وهي لغة القوة، القوة العسكرية. كل الأساليب والأدوات التي استخدمت معها لم تبدي. هذه الجماعة تقدمت على مراحل، كست عمران ثم أسقطت العاصمة ثم علمنا ثم فرضت سلطتها.
هذه الجماعة لا تحتكم إلا للغة واحدة هي لغة القوة والقوة العسكرية حديدا. أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الوقت كان ضيق، كان يستحق وقت أكثر، لكن تحدثنا بإيجاز عن التجنيد الإجباري الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، الميليشيات التي تريد أن يعني أن يقاتل اليمني معها ضد نفسه ضد بلده، حتى إن لم يقاتل يدفع مستحقات مادية لكي ينجو من هذه الميليشيات ومن التجنيد الإجباري. بهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم، ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.